البيجنج فايل او السواب فايل او الفيرتشوال ميموري عباره عن ايه؟ عباره عن ميموري وهميه. احنا عارفين طبعا وظيفه الفيزيكال ميموري ايه، الرام دي وظيفتها ايه؟ حد يعرف؟ دي رام وظيفتها ان انت بترن عليها اي ابلكيشن بما فيها الاوبريتنج سيستم. يعني مش احنا كنا بنقول ان الاوبريتنج سيستم اللي اسمه اكس بي بيحتاج اتليست 64 ميجا بايت من الرام؟ يعني اذا هو قايم دلوقتي فواخد لي مثلا نص الرمايه، لو الرمايه دي 128 يبقى لك النص التاني ده هو الترن عليه ابلكيشن زي ما انت عايز. ابلكيشن زي ايه؟ افتح يا اما فايل وورد واكتب جواه، انت كده بتكتب فوق الميموري وبعد كده لما تسيف بتنقله على الهارد ديسك، صح كده؟ يعني وابسط دليل على الكلام ده انك انت لو فتح فايل وورد والكهرباء قطعت خلاص مش هيتسيف، هيطير، لانه ده موجود على الايه؟ الراندوم اكسس ميموري اللي هو الرام، صح ولا غلط؟ كلام جميل. قال لك يبقى اذا ما دام اي ابلكيشن هتتفتح على الرام يبقى انا كده مقيد بعدد الابلكيشنز اللي هتتفتح نتيجه ان انا مقيد بمساحه الرام. يعني الفيرتشوال ماشين دي مثلا انا ممكن دلوقتي افتح مكانتين فيرتشوال زي ما انت شايف، اجي افتح الثالثه ممكن يستحملها، اجي افتح الرابعه يقول لي لا نو فري ميموري، صح؟ لو زودت الفيزيكال ميموري هبص تلاقي ان هو بيعمل ايه؟ يفتح، صح ولا غلط؟ فقال لك علشان نحل المشكله دي ان الميموري بتاعتك اتملت ومحتاج تفتح ابلكيشن زياده، هنعمل حاجه ظريفه قوي، ناخد مساحه فاضيه من على الهارد ديسك بتاعك ونتعامل معاها على انها رام. طب المساحه الفاضيه دي يا عم هتاخدها مساحتها قد ايه؟ قال لك 1 + 1/2 من مساحه الميموري. يعني الميموري دي مثلا 128 هيبقى 128 زائد 64 يعني يديك 196، ويسموها الفيرتشوال ميموري او السوابنج فايل او البيجنج فايل. طب يستخدمها ازاي بقى؟ من السيستم بارتيشن 190 ميجا كلهم هناخدها لو مسكتها على النار ماشي. انا نسيت اجيب لك ميه، معلش انا اسف، هقوم اجيب لك ماشي. انت عايزه تروحي خلاص مش مهم انا عشان اروح ماشي. طيب ال 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 الرامه دي بقى اللي هي الوهميه دي هيستخدمها ازاي؟ قال لك هيستخدمها بشكل ظريف قوي. قال لك دلوقتي تخيل ان الميموري بتاعتي فول خلاص وانا محتاج ان انا اران ابلكيشن حالا دلوقتي ومش لاقي لها مساحه. قال لك هل كل الابلكيشنز اللي موجوده على الرمايه دي كلها اكتف؟ فممكن يكون في ابلكيشن مثلا ما هياش اكتف، فاخد الابلكيشن اللي ما هياش اكتف دي واحطها هنا في الفايل ده او في الجزء ده واشغل الابلكيشن الجديده. طب افرض ان انا عايز ارجع تاني اشغل الابلكيشن اللي انا حاططها في السواب فايل، هعمل ايه؟ هشوف برضو اي ابلكيشن ما هياش اكتف واشيلها احطها هنا وارجع اشغل ابلكيشن احطها على الميموري، عشان كده هعمل سواب تبديل، عشان كده سموه سواب فايل. ماشي؟ يعني بيشيل الابلكيشن اللي مش اكتف بس. انت كل اللي انت بتعمله انت بالدبل كليك على ملفات، ملف وورد، ملف اكسل، جيم، مش عارف ايه، ما تعرفش ايه اللي بيحصل، هو بيعمل سوابنج في الباك جراوند. ماشي؟ حلو كده؟ طب المساحه دي بقى ممكن العب فيها؟ اه ممكن تلعب فيها. طب في اوبشنز معينه توصل بيها الفيرتشوال ميموري دي؟ اه قال لك في 3 اختيارات. الاختيار الانسب اسمه خلي السيستم يمانج السايز بمعرفته حتى من ايام ال 98. يعني ما تفرحش تقول والله دي فيرتشوال رام وانا هعلي الرامات وتبدا تكبر المساحه دي، لا خلي بالك لان البيجنج فايل موجود على الاكتف بارتيشن، بارتيشن اللي عليه الاوبريتنج سيستم، فممكن تخنق الاوبريتنج سيستم ويسبب لك مشاكل. حتى دي هنشوف في كورس السيرفر حاجه اسمها البرفورمانس كونسول، من خلال الكونسول ده هتبدا تمونيتور البيجنج فايل وتشوف مساحتها مستغله بنسبه قد ايه معايا. فاللي احنا عايزين نعرفه مع بعض دلوقتي، ها، امتى العب في المساحه دي وامتى خلي السيستم هو اللي مانج السايز؟ في جميع الاحوال خلي السيستم هو اللي مانج السايز. طب ايه الاوبشن الثاني؟ الاوبشن الثاني انك انت تكستم المساحه دي بايدك. طب ايه الاوبشن الثالث؟ انك انت تديسيبل اصلا موضوع البيجنج فايل ده. طب اوصل للكلام ده منين؟
لو عملت رايت كليك على ماي كمبيوتر روبرتس ادفانسد مش عايز الفايده ان انا ما اخدش مساحه الهارد او مساحه الاوبريتنج سيستم بارتيشن ماشي. هتلاقي في حاجه هنا اسمها ايه ها بيرفورمانس شايفينها سيتنجز. هتلاقي جوه هنا حاجه اسمها ادفانسد شايفها. تحت في حاجه اسمها الفيرتشوال ميموري. ايه الفيرتشوال ميموري دي بقى؟ بيقول لك ايه بقى؟ A paging file is an area مساحه on the hard disk على الهارد ديسك that windows uses as if it were ram يتعامل معها كانها رمايه ماشي. طب تعال نشوف كده هنا التوتال بيجنج فايل سايز فور اول درايفز 384. 384 ليه؟ ان هتلاقي الرمايه بتاعتي هنا مثلا يعني فور اول درايفز يعني كل السي والدي والاي. طب انا هقول لك سيستم فايل بس سيستم درايف بس 256 زائد نص اللي هي 128 هتبقى كام؟ هتديك المساحه دي. يبقى اذا هو بياخد مره ونص قد مساحه الايه الرام ماشي. فتلاقي الاختيارات بقى هنا ايه؟ ها لا انا ممكن اكاستم اكتب بايدي. لا انا اخلي السيستم هولي مانج السايز. لا انا مش عايز يكون في بيجن فايل اصلا. ممكن نعمل بارتيشن تاني للسي. اما ده اللي هو ليه على ويندوز برضه؟ لا ما احنا اهو ممكن تزود مساحه مش تاخدها يعني تزود تقول له انا عايز بيجنج كمان على الايه. لكن الاولانيه موجوده. طب لو عملت دي ورجعت عامل السي اللي فوق برضه هتبقى شغاله؟ ايوه بس عندي ويندوز واحد مش هلاقي البارتيشن واحد. ايوه ايوه اه يعني لازم يبقى قريب عليه ويندوز بارتيشن. او قصده ان انت مش احنا قلنا انت ممكن تظبط اي واحد من البارتيشن دول يبقى هو البرايمري. البرايمري دهوت اكتف لازم تنقل عليه ملفات الاوبريتنج سيستم بلس البيتشنج فايل. هتعملها سيت من هنا ممكن اعمل اثنين بارتيشن برايمري واحد اكتف الثاني ماشي. يبقى برضه هيديك القدره انك انت تحط هنا بيتش ماشي. مفهوم الكلام؟ صعب